السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتكلمنا عن موقع اسمه فيلوب لاب، وقلنا ان هو في شوية مزايا او في شوية تولز او ادنس او بلاجنز قوية جدا، منها حاجة اسمها هيليكس. هيليكس ده بيعمل ايه؟ بيديك الموديل من السكتش اب يدخله لك جوه الريفت. هو بيعمل تكامل بين السكتش اب والاوتوكاد والراينو ويحولهم لك لملف الريفت. يعني ممكن تكون انت عامل الشغل بتاعك على الاوتوكاد او راينو او سكتش اب، يحوله لك للريفت على طول. طيب ده اهوت السكتش اب، انت بترسم الموديل وتقول له اوتوماتيك، يبدا ان هو يحوله لك جوه الريفت بسهوله خالص. ارسم الشكل اللي انت عايزه. في ناس بيبقى بالنسبه لها السكتش اب اسهل بكتير من اي برنامج تاني، هو اتعود عليه واشتغل عليه فعايز يعمل موديل عليه بالشكل دوت. طيب الريفت بقى يبدأ يفهم ان ده باب وان ده شباك وان ده حيطة وهكذا. فدي حاجة احنا كنا بنحلم بيها، الحمد لله ان احنا شفناها. بكل سهولة بتبدأ تختار الملف ويبدأ ان هو يحوله لك ويظهر عندك في الريفت. بالشكل ده كل الحاجات اللي موجودة خلاص هي دخلت جوه وهو فهم الكاتيجوري بتاعتها. فالسكتش اب اهوت والريفت اهوت، اول ما تدوس يبدأ ان هو يظهر لك الملف كله. convert revit to sketch up، لو انت عندك ملف revit وعايز تدخله sketch up بكل سهولة هحوله لك. والاوتوكاد ليه revit برضه نفس الفكرة. الورك فلو اهوت تبدأ ممكن تعمل اشتراك وتشترك في البرنامج. طيب نشوف بقى الابس اللي موجودة، لان هي كذا حاجة مش حاجة واحدة، وكلهم صراحة يستحقوا. هنا بتعمل ريندر، ده اللي جاي مع الريفت عادي، وبدل ما تاخد صورة تروح لأي برنامج زي الميد جورن وكده وتقول له عدل لي في الصورة، لا هو انت بتاخد الصورة دي وتقول له ايه، طب خليه في تلج، طب خليه في شمس، طب غير الزرع، يعمل لك اللي هو زي الميد جورن كده، يغير لك الصور من خلال التكست الطبيعي. تكتب تكست هو يحول لك الصورة. يعني هي تكتب البرومت بتاعك يبدأ يعمل لك الصورة، يعمل لك الرندر بالشكل دوت. تمام، عندك المنظر دوت، هو يبدأ يعمل لك الرندر بأكتر من طريقة، ممكن تديله صورة تانية معاها وهكذا بحيث ان هو يعمل لك الصورة اللي انت عايزها. تمام، موجود في الراينو في الريفت والسكتش اب وهكذا. طيب في تاني، هنا الأداة ديت من ادنس بتضاف، بتقول له اعمل لي برمجة من غير ما تكتب كود ومن غير داينا ولا حاجة خالص. انت مجرد بس ايه بتبدأ تختار الحاجات اللي انت عايزها. يعني تقول له مثلا ايه، حط لي كل روم في شيت لوحده، يبدأ ان هو يحطهم لك مثلا وهكذا. انت بتبدأ تقول له مثلا انا عايز الفيوهات دي تتحط مثلا في شيتات معينة، يبدأ ان هو يعملها لك. انت مجرد بس بتختار كده سيلكت ايه الحاجة اللي انت عايزها، هو يبدأ ان هو يعملها لك. تقول له انا عايز اعمل تاج لكل حاجه هنا، يبدا يعمل لك التاج على طول في ثواني. يبدا يقول له اعمل لي فيوهات مثلا لكل السكاشن، لكل الواجهات. يعني تقدر انت تقول له قرر لي الليفيشن. كلها عباره عن انت تفكير منطقي. اوتوماتيك فيو كرييت، اوتوماتيك دايمنشن، اوتوماتيك تاج، تبدا تختار ايه اللي انت عايز تعمله وهو يبدا يعمله لك. فدي اكتر اداه ممكن توفر عليك وقت كتير جدا في برنامج الريفت. وفي بقى مورفس، ده بيعمل لك ديزاين في قلب الريفت في الريال تايم بالشكل دوت، وكل حاجه بتتعمل تعديل يبدا ان هو يعدل لك فيها بشكل سريع. تمام، مجرد بقى عملت انت مثلا زي طريق مثلا، هو يبدا ان هو يرسمه لك ويبدا ينسق الحاجات اللي جواه، سواء بقى انت كنت عايز ترسم باركنج، عايز ترسم غرف، عايز اي حاجه انت بتعملها، هو بيبدا ان هو
يعيد التصميم بتاعتها، فبيعمل جنريتيف ديزاين. ده من اقوى الادوات في الجنريتيف ديزاين. وبنتو ده بيديك مجموعه من الادوات الريفت المجانيه اللي هي توفر عليك الوقت، زي ان هو يعمل رينمبر للريفت فيو لو عندك اكتر من فيو عايز تعمل لهم رينمبر، والبوينت كلاود تقدر تتحكم في انها تظهر وانها تختفي، وفي الجنريتيف سيلينج، وفي اوبن مالتيبل فيو تعلم عليهم كلهم مره واحده يفتحهم لك كلهم مره واحده. ويبدا ان هو ينسق بينهم وهكذا. تمام، فدي زي ما انت شايف ادوات جميله ان شاء الله تعجبكم ان شاء الله. سيب لكم الرابط اسفل الفيديو، ولو عندكم اي ادوات حلوه يا ريت تكتبها لنا في الكومنتات.